خلونا قبل ما نبدأ أولى فقراتنا نروح ونصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها أسعار الذهب والعملات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك أحمد، صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير عليك يا رامي. طيب مشاهدينا دلوقتي خلينا نتابع ونشوف متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة. دولار أمريكي سعر البيع فيه 19.58 والشراء 19.51. اليورو سعر البيع فيه 19.1% والشراء 18.93. جنيه استرليني سعر البيع فيه 21.27 والشراء 21.18. فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.95 والشراء 19.87. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.74 والشراء 2.73. ريال سعودي سعر البيع فيه 5.21 والشراء 5.18. دينار كويتي سعر البيع فيه 63.12 والشراء 62.85. وأخيرا درهم إماراتي سعر البيع فيه 5.33 جنيه والشراء 5.31 جنيه. ودلوقتي هنشوف أسعار الذهب النهاردة. عيار 18 سعر السوق النهاردة 963 جنيه للجرام، وعيار 21 1124 جنيه للجرام، عيار 24 1285 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سعره 8992 جنيه. ودلوقتي نكمل مع أحمد وجمانة باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لمياء.